رايحين على المشتل يا فوز، بدك تيجي معنا؟ أنا لحتى يموت سافاج وجماعته ما عم فكر حتى أطلع من هالباب يا يمان. والسبب ما فيهم يجوا لهون إذا قصدوا؟ مو لهالدرجة، ليش حتى يجوا لعندي أنا بالذات يا أخي؟ أنا بالوقت الحالي آخر هدف على الطاولة بيفكروا فيه. على أساس أنت العضو اللي على الطاولة اللي ما في مثله، ما هيك؟ لا مو هالقد، يعني بقصد ما عملت شي لحدا فيهم من قبل. أخي يا فوز، هدول الرجال أخذوا شاهين أغا اللي ما له علاقة بالطاولة ولا له علاقة بكل هالقصص، وكمان قتلوا الرجال اللي معه، ولساتك عم تقول ما لك علاقة بالموضوع؟ طيب إذا قصدك إنه المكان كمان مؤامن، بروح معكم يمان. أخي برأيي خليك مع أسحاق وعباس، لأنه معهم رشاشات، معهم مو بيكون أمان أكتر؟ هدول ما بيطلعوا رشاشاتهم غير عنا. يلا طلعون بوش هالرجال وقتلوهن، ما معي حق شباب؟ ما قوصوا مع بابا حمدي لما كانوا عم ينقذوا شاهين آغا؟ أصلاً أساس الخطأ هون يا أوزقان، شو دخل بابا حمدي بالحماس والإثارة والمداهمة والأقواص؟ لهيك برأيي بيتي أكتر الأماكن أمان. خلصنا، إذا حدا داهم المكان حاول لا تبعد عن بابا يا فوز، أكيد بيكون مخطط 40 خطة حتى ينقذ حاله منهن وما حدا عرفان. بالضبط، كلامك مزبوط. أنا ما رح إجي، روح وين ما بتكون. إذا بتحب أنا بيجي معك أخي يمان. أنت شو هدفك أوزقان؟ حابب تموت يعني؟ أخي خليني أظهر حالي، ببقى معكن، لازم الكل يشوفني. صدوا مفاصلي من القعدة هون. واحد مجنون. بسببهم قعدنا هالقعدة هي. هاي شغلة بابا حمدي، إذا استمرينا هيك رح نصير حرامية مثله. على سيرة الحرامية أخي يافوز،
بما أنه لحالنا بدي حاكيك بموضوع. شو سرقوا منك أوزغان؟ لازم نتخلص من هاي الحالة. المكان إله أدان، هلأ بيسمعونا بعدين بيدفنونا بأرضنا. طالما نحن عم نعطيهم المال ما رح يعملونا شي. امبارح لسه عطيتهم 2,000,000. أوزغان، انت بتطير ملايين الدولارات بالجو كرمالهم، وبعدين بيجوا مثل الجراد لعندي وياخدوا كمان. لا أخي، أنا بعت لوحاتك أصلاً وجيت عطيتهم حقها. بس شو عملت؟ شو عملت؟ أنت بتعرف شو بيطلع حق هاللوحات؟ بعرف أخي، أنت لا تقلق، اللوحات الأصلية أخدتها لمكان آمن وحطيت التقليد بدالها، يعني كنت أشطر منهم. إيه؟ ليش عطيتهم 2,000,000 لكان؟ لو عطيتهم 200,000 أصلاً هنن ما بيفهموا باللوحات الفنية. أخي يا فوز، ممكن تسمعني شوي؟ هذا اللي عم حاول أقوله من الأول. نحن حياتنا مضمونة طالما عم نعطيهم المصاري، بس لازم نتخلص من هاي العيلة بشي طريقة. إذا بيوم ما عطيناهن مثل ما قلت رح يدفنونا تحت الأرض. لأيمتى رح نعطي أوزغان؟ ولوين بدنا نهرب حتى؟ في احتمال براسي. شو هو؟ أبي حمدي هربان من 20 سنة. شو رأيك نبلغ عنه؟ عن جد إنك غبي يا مان، رح يخليك تعيش بعد ما عملت هيك بأبويا ترى؟ ومن وين رح يعرف إنه نحن اللي بلغنا أصلاً؟ أنت مانك عم تحسبها منيح أوزغان، فدير بالك. لوين رايح؟ رايح اكشف على اللوحات بلا ما نبين أغبياء وكأنه ما لاحظنا شيء. رح شوفهم بدقة واتطلع على اللوحات واتصرفوا كأني شفت شيء غلط. على الأقل يمكن ينتبهوا على حالهم لفترة، يمكن. يا مان والبقية راحوا على المشتل أخي. سهاد والشباب بدهم يحكوا معك. على شو عم تطلعوا؟ تعوا لهون. عدوا لشوف. كاظم، جيب لنا الشاي. بأمرك ريس. ريس، أنا والشباب حكينا وعرفنا أنه ما منستاهل نكون جنبك. كأنه عم تطلبوا الإذن وبدكن تروحوا تشتغلوا مع شي ريس تاني. بعد اللي صار مين بيشغلنا عنده؟ كل شي بعرفه أنا يا سهاد، إنكن تقوصتوا آخر مرة، قوصوا على راسكن. ها؟ هذا وقت الاستقالة؟ عنا شغل، عنا شغل. إذا كنتوا فعلا حاسين بالخجل موتوا بأول اشتباك وانتهينا. وهاد يلي نحن عم نحاول نقوله ريس الياس، إذا في مهمة خطيرة نحن على الموت. في اليوم يوم حظكن، في كتير قصص بتودي للموت. لكن خلينا نجهز المعدات، مو هيك يا شباب؟ ميكائيل تفضل. ريس خليك مع قلب، أصلاً في عنده شغل المساء. أمرك ريس. جهزوا لي السيارات شوي ورح نطلع. ماشي ريس. أخي خضر، نحن بدنا نضل ناطرين وعم نقول شو رح يصير بالمشتل.
منروح معك نحنا وخليهم ياخدونا وبيوقعونا بمكان ما بيوقعوك، ما رح يقولوا لا أكيد. بهزات، وقتها ما رح ياخدوني، رح يقتلونا كلنا دفعة واحدة. معناتها عم قول إذا منروح مع قلب أصلان. شو رأيك إلياس؟ حكي لك شي كلمة. إذا صار أي شي علينا أنتوا بس رح تبقوا عايشين. هذا عقاب يا صاحبي. غالي، نحن عملنا شي تصرف غلط لحتى عم تساوي هيك. يلي قلته رح يصير وبس. ابن عمي، نطلب الموظفين من الفندق يصير يحضروا الشاي بدالي أنا؟ لشو الموظفين؟ خير؟ سوهاد والبقية عم بيحضروا للعملية. أخي ظفر ما صار الوقت حتى أترقى أنا؟ ما صار، لما يجي الوقت رح يخبروك. التفت لشغلك ابن عمي. هيك بيصير دائما، القريب بيقطع طريق قريبه. انت شايف يا صهر، مع اني قناص منيح وعاصم مانو موجود، واقف هون ليك كاظم. المهم بهي الامور انك تضل متمكن وما تفقد برودة اعصابك. اذا ما نحتوني الفرصة بورجيكن قوتي. ماشي، لكان أنا رح أختبرك بوقت تاني. إذا تخطيت الاختبار خالي ما رح يكسر بخاطري، ورح ناخد لك سيارة. ما بتأثر يا صهر، الدم بيأثر عليه، لا تخلينا نحمله على ظهورنا حتى بالعملية. دمي بيأثر علي، ليش لا يأثر علي شوف الدم التانيين؟ لا تخليني. رح نقدر نسيطر على قاطع الإشارة وقت ما بدنا؟ الريس خضر والشباب بيحلوا هالقصة بس يدخلوا على المطعم قبل ما فولكانو يلي معه يوصلوا. رح نوقف عمل كل الكاميرات بالمبنى يا ريس. عنا رجال بالمركز يلي رح يتصلوا فيه كرمال المشكلة. هالشي عند عباس. بالضبط، باللحظة اللي رح يوقف فيها النظام رح يبلغوا، بيوصل الخبر فوراً. لازم نكون هنيك قبل ما يدخل عمي على المبنى. بعد ما ياخدوا هدول الرجال عمي ما رح يدخلوا حدا على المبنى، لا الخدمات التقنية ولا حتى الأمن ولا حتى الشرطة. والله الشي الوحيد يلي ما فهمته يا ريس، هالجماعة بس أخدوا الريس خضر معهم، كيف ما رح يقتلوه أول ما ياخدوه؟ والله هي خطة الريس خضر، كرمال تتنفذ الخطة صح عرض حاله وعرض الرئيس طوفان والرئيس إدريس للخطر وحطهم بالنص. ايه، وخاصة بعد ما قلنا بدكن تهربوا قبل الاشتباك، يعني القصة ما عادت بإيدنا أبدا. ليك سحاق، كلنا رح نتعرض للخطر، الخطر اللي رح تدخلوا فيه الهرب من هنيك. إذا أنتوا حاولتوا تشتبكوا أنتوا جوا، وقتا كلنا رح نفقد عمي والرئيس طوفان وحتى الرئيس إدريس كمان، يعني فولكان واللي معه لازم يقتنعوا إنكم هربتوا. نحن مشتاقين للاشتباك يا قلب أصلان. بالعادة الهرب مو من شي يمنا، نحن رجال عمليات منقوم بالمهمة يلي علينا شو ما كانت، مو هيك عباس؟ مع هيك إذا هربنا بلا ما نقوس رصاصتين أكيد رح ينتبهوا الشباب إنه عاملين خطة، يعني عم قول نبقى شوي وبعدين منهرب. لا تقلقوا، أكيد فولكان وجماعته بصعوبة بيخلوكم تهرب، أكيد ما رح يجوا لوحده.
إذا لزم الأمر بتقوصوا بالجو طلقتين عباس، بس أوعكن تقوصوا على حدا وتحتكوا بالرجال، لأنه إذا رحت وقوصت على الخاين كوراي اللي معهن فولكان بيقوص على الريس خضر أو الريس طوفان. شبنا يا رجال، من إمتى كنا نخطط نفوت بالجو بدل ما نقتل العدو اللي قدامنا؟ لأنه هاد يلي بيقولوله الريس كوبيلاي، أنت حدا قلك أنه لازم تقوص بالجو؟ إذا شفت حشرة على الأرض بالمبنى بتقوص عليها، صارت مهمتك واضحة. أخي أنا كمان رح أجي معكم، الريس خضر قال لي هيك. ماشي، وعدنان كمان. لازمنا الرجال يسوق السيارة، أنتوا الاثنين ما رح يشوفوكم الرجال على الباب. عمي فكر مزبوط. يلا كوبيلاي، خلونا نحل موضوع لباس سائق السيارة. رسمة الخطة والبرنامج قلب أصلان؟ كل شي واضح عمي. هو عيب نسألك، بس شو رح نعمل قلب أصلان؟ انتو رح تستنوا هون ناطرين الخبر. شو يعني نستنى حبيبي؟ أعطيتنا مهمة مثل مهمة الموظف تبع السنترال. لنقول انه صار عائق، طلعت مشكلة وإجت الشرطة، ليش حتى ننطر هون؟ بصراحة أنا في فكرة منيحة بعقلي، بس إذا ما تدخلتوا بالأحداث وحتى ما تدخلتوا بالأمور هنيك. تدخل شو هاد؟ يعني تعوا لا تقوصوا، هالشي مستحيل. شو رأيكن تاخدوهن وتقوصوهن هون؟ عن مين عم تحكي هلأ؟ عن فولكان وكوراي. ممكن ممكن، المهم نقتلهم بالنهاية. خضر علي بينتظرنا، وأنا وبهزات منروح ومنجيب الكلاب لعندك. إسحاق وعباس كمان رح ينضموا إلكن بعد المطعم. يعني حكيت كلام مثل العسل بعد ما خليتنا نجن عليك مثل النحل. شرف، شرح لي كل شي من البداية يا قلب أصلان. رئيس، ما دخلتني بالخطة، معقول ما في شيء ممكن اني اعمله ضمن هاي الخطة؟ اذا الخطة اللي حطيتها بتفشل، بتجمع كل شيء عندك، كل شيء عندك، اجتمعوا واطلعوا بالشوارع يمان، لانه من بعدي رح يبدأ الطوفان. ما عم يحكي عني، قصده الكارثة الطبيعية. إدريس، لك استنى شوي لا تنفجر. رايحين لهنيك حتى نعبي بطولنا؟ لا تخليني أحكي طالع نازل معك على التليفون. إذا كنت جوعان عود وكل شي، على أساس أنه أفضل شي بتعمله الوقفة مثل الشجرة. عمل هيك ماشي. يلا، شو هالزلمة هاد خضر؟ ليك إذا حاولوا إنهم يقتلوه لا تدخل أبداً، راح نص عمري معه والله. يمكن عمره ما رح يكون طويل كتير، تركه يأكل آخر لقمة. شو جاهزين؟
جاهزين عمي. يلا والله يكون بالعون. خلينا نجهز وضع هاي السيارة. ماشي ماشي، الموضوع عندك. لك حقيقة أنا انشغلت بالأكل لأنه ممكن يكون العشر الأخير يا طوفان، ولا أنت بتعرفني أنا ما بأكل كثير. أكل بلا ما تموت جوعان. بصراحة عملت شوي حسابات لبين ما إجيته، ولسه متمني شي كتير قليل شوي. يعني شو هو؟ قصدي إذا لسه باقي عندي عمر بدي أعمل آخر عرس. صديقنا لسه عم يفكر بالعرس؟ بدل ما تقول بدي توب أو بدي روح على الحج أو بدي أعمل عمل خير مثلا، عرس شو هلأ؟ عم فكر بنفس الشيء إلك أنت كمان. بدي تبقى كل ثروتي وأملاكي إلك أنت من بعد وفاتي. يعني بدكم تصيروا قريبين؟ مجنون، هذا مجنون. ليش عم تسمع حكي هالمجنون؟ قال بده يعطيني ابن أخوه وبده ياخد بنت عمتي بداله ومنصير قرايبين. ليش؟ لأنه ما بده تروح ثروته على الفاضي بعد موته. يعني هالفكرة مو سيئة أبداً. منخلص أول من هالمصيبة وبعدين بعملكن عرس بليق فيكن. خليجي فولكان، وبدي قله أنه إدريس نصب لك فخ. لك شو صار لك أنت؟ شو عم قول؟ غلطنا شي؟ أنا قلت خلينا نتمسك بهالحياة. إيه؟ وخضر تمسك باللي شافه، حالته واضحة. شيلونا من المزح، وجودكن منيح، بعد شوي حياخدونا على الموت، يا منقتل أو بيقتلونا، بس الحياة معكن كانت حلوة. إذا متت ما عاد يهم. صديقي أنت الحياة كانت معك حلوة والموت كمان حلو. لا هيك أنا بلشت اختنى. ها، دائما موت دائما موت يا أخي. تمسكوا بالحياة، لساتكن شباب أنتوا. لك خلوا لي هالموت هذا لأعدائنا. عيسى روح واستنى بالسيارة، وإذا سمعت صوت سلاح اوعك تطلع راسك لبرا. دعاس بنزين وروح بسرعة ليعرفوا إنه هربنا، وبعدين خبر عباس فورا، هن رح يشغلوا الجهاز. ماشي ماشي، لا تقلق. حتى لو كان تمثيل، هاي الفضيحة بتكفيني كل العمر. ونحن رح نهرب بعدك، ما في شي ممكن نعمله. يعني هاي الخطة. طب ما حدا بيقول إنه عندي ضيعة وولاد ضيعة؟ شو بدي أقول لهدول العالة؟
لك مرة واحدة بس لا تهربوا. وقت يوقعوا بمشكلة بيقولوا نحن مشتاقين نقاتل، وبعدها بيهربوا فورا. رجاءً لا تزعلوا، قطعنا عشاكم، بس هلأ في مكان تاني ناطركن. لوين من الروح؟ تعرف بس تروح. خضر لا تقلق، ما حدا رح يعمل شي، هنن جايين للصلح وبس. معناتها حضرتك اللي بعدنا. طوفان احكي معي مزبوط. ها أنا هدفي الوحيد تأمين الصلح بيناتكم. يسلموا ريس إدريس، أمنتوا للصلح. أنت عملت المطلوب منك والباقي علينا. لا مو هيك، أنتوا عطيتوني وعد، وعدتوني ما حدا فينا رح يصير له شيء. أنا بدي أجي معكم كمان، ها، وبدي أشوف بعيوني هدول إنه ما رح تعملوا شيء لحدا. تعا معنا، هن رايحين يقتلونا وانت تعالي يقتلوك. أي صلح بدك تأمن؟ امشوا، خدوا السلاح من الكل. شو عملتوا يا فولكان؟ حلينا الموضوع، نحن جايين. برافو عليك فولكان، انت هلأ تستحق مني تقدير كبير. أخذوا مني أسبوع كامل على الفاضي، عادمين الأخلاق. مرحبا، في عطل بنظام الكاميرات، اجينا نصلحه. مبارح اجيتوا، ليش ما صلحتوا وقتها؟ هدول فريق تاني، اكيد لسه في اعطال كتير. فوتوا رافقوهم لعند غرفة المراقبة. أنا لفوق وإنتوا على المدخل تحت. خليني إجي معك يا ريس. عملوا مثل ما قلت، ما عنا كتير وقت. يلا
اللي عم يصير؟ يا أولاد خذوا هدول وحطوهم جوا. كوراي أنت تعال معي، خلينا نشوف شو بدهن الشرطة. أخي شو جاب الشرطة لهون؟ شو بيعرفني شو جابهم لهون كوراي، بس ما يكون حدا بلغ عنا. بعد ما طلعنا من المطعم أنت انتبهت حدا لحقك؟ حدا شافك؟ أبداً، ما حدا لحقنا لهون. خير حضرة الشرطي؟ خير خير. أنت مشتاق للاشتباك شي يا فولكان؟ انتظر أنا بحكي. فينا نتفاهم بهذا الشكل وفينا نتفق هيك، وفيك تعطيني مثل ما أنا بدي كمان. في مجال تسمعني؟ ايه، وهلأ بدك تحكي هيك. إذا أنا صار لي شيء ما رح يتركوك عايش وما رح يتركوا جماعتك كمان. سافاش، أنا ما عاد أهتم. لا بعروضك ولا بتهديدك. خلاص اللعبة انتهت. معقول ما عندك فضول تسأله؟ يمكن كان عنده شيء ينفع.
الحقيقة كان في عندي أسئلة كتير طوفان. إذا بينا هون كمان شوي في كتير حيسألوا عن نهايتنا نحن كمان. خلونا نطلع. يسلموا سهاد. انت عن جد؟ انت مالك زعلان مني يا خضر علي؟ مو منكم سهاد، بس غضبي ما رح ينتهي ابدا من اللي جايين بعد شوي. خوفي الاساسي انه حتى لو مات وضل عايش مع هالغضب. خليهم يموتوا بالاول ورح تتعود على هالشي. الإنسان بيتعود على كتير قصص بحياته.